طبختنا تيس ودجاج عشان الناس اللي تبي تطبق، محشي مكرونة ومحشي بكشنة وشغل مرتب. طبعا التيس يا جماعة الخير هذا هو يجيك كامل، بس تشقه منين؟ تشقه من هنا بس عشان تحشي فيها المكونات وتخيطه. تتبيلة نبي نحط من الخلطة الغربي الحراق والعادي عشان يصير الطعم موزون، ونحط منها ملح وموية. صلى الله وبارك. تتبيلة اللي برا باقي هذا الشيء ما تبلناه، نحط شوي من بهارات ونتبل الباقي كله مطبوخ جاهز. الحين نتبله من داخل، هذا التتبيله من داخل ومن برا، وبعدين نحشيه. نبدا الحشوه، طبعا تشكيله، نحط شوي مكرونه، المكرونه شوف انواع مسوينها بالبيت، نحط شوي كشنه، نحط شوي خضار، نحط بيضتين، تشكيله كذا لين تروح الحشوه كلها ببطن التيس. خلط الغربي طبعا انتم عارفين موجوده عند السيف جاليري او الثلاجه العالميه او حساب الانستغرام، بحط لكم رقمهم وانستغرامهم. كذا خيطناه سيم معلاق او سلك قوي اللي تبغى، هنا تشرح شوي من اللحم القوي بس عشان تدخل التتبيله فيه. باقي التتبيلات كثيره ما اخذها بطن التيس، نتبل نحشي فيها الدجاج والباقي نحطه على الرز. صلى الله وبارك، صلى على محمد. ثبتناه كذا على شب، فرشنا الجمر وحطيناه على الجمر. يا سلام، يلا عطونا قدر. الحين انا نحط القدر فوقه ونسكر عليه تسكير كامل. يا سلام. الحين ندفنه، طبعا الجمر هذا راح يعطينا حراره، ونتركه وتشوفون بعد كم نطلعه. ابي احط لكم الساعه. يلا يلا بعد ساعتين بالضبط. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الان التزيين، شوف الدجاج كيف، شوف هذا مع استواء، شوف كيف الخرفشه، ليش كذا؟ شوف الخرفشه. نقول بسم الله يا ولد، انا بفقع الدجاج وانت فقعه من داخل. هنشوف هنشوف. لا 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 مو صدق، ما شاء الله. انا هذا ذبحني ذا، لا شوف هذا ذبحني ذا. تسمحوا لي اخذ كذا من هذا الموزه اللي يسمونها الموزه، شوف شلون. لا لا مو صدق.